مباشرة نمشي وباش غادي نرحبوا بهدى اليداري طبعا الخبيرة في الطبخ في فقرة مائدة رمضان. مائدة رمضان مع هدى اليداري. صباح الخير هدى. صباح النور. كيف حالك؟ الحمد لله. لاباس عليك؟ صبحتي اختي مع تمارتنا البارح. لا رائعة عندك ممكن راحة بالعكس. تمارة رائعة. لسه واحد الصباغة اللي بحرة بزاف. فريمون. صحة وراحة باينة في صوتك صباح مرتاحة. تبارك الله عليك كنتي كالعروس أمس. ما شاء الله عليك ولكن الأكل ديالك ما شاء الله كان واحد العرادة ما شهيتكم يا مستمعينا الكرام. زعما شوف هدى مراوغادة جمعت لينا كاع العراضات ديال العامين هادي وحطات البارح. لا ولكن ما شاء الله عليك زعما كيما تنقولوا لي دارك معاه جناب وفي كتافو يعول عليك زعما ديال العراضات هذاك الشيء يعني ما شاء الله عليك. انت نسيتي لنا الجبابن ديال الصلاة الصلاه تخمي عشاش علاش انا حيت قال لي سالي راه جاب الماتيريال. لا ما شاء الله كل شيء مزيان وفي الاخر انه الممول الحفلات كنشكروه بزاف سي منصف يعني حتى هو يعني عتق الموقف وكان كل شيء مزيان الحمد لله كل شيء داز يعني في احسن الاحوال. للاسف اللي ما حضرش يعني كنتمنى ان شاء الله هدى دير شي زرده اخرى ولكن في نفس الوقت حنا عندنا واحد المسابقه اللي باقا اونكور بطبيعه الحال يمكن لكم انكم تستافدوا من انكم تعلموا كيفاش تصوبوا هذا الشيء ماشي غير تجيو تعرضوا تاكلوها ولكن تعلموا كيفاش تصوبوها وهي المسابقه ديال سوبر حادقه. يمكن تصيفطوا كلمه حادقه على رقم 5566 من الاس ام اس ديال الدراهم باش تستافدوا من تكوين مجاني عند هدى في المدرسه ديالها في الرباط اولا في مدينه الدار البيضاء. والجميل الجميل الجميل انكم غتختاروا نتوما الشيوات اللي بغيتوا تتعلموا نتوما اختاروا واش بغيتوا شنو هي الحلويات ولا الشيوات اللي بغيتوا تتعلموها وغادي تعلمها لكم هدى بالاضافه ل 15 نوع ديال العطريه اللي هي عطريه جديده. الناس اللي هما خارج الدار البيضاء وخارج الرباط وكيقول لك حنا ما يمكنناش نجيو نقراو وفي حاله ما ربحنا هاد الناس هادو غادي نعوضوهم ب 15 باكيه ديال العطريه نضربها في ثلاثه يبقاو يعطروا ويبزروا حتى يشبعوا. فكنتمنى حظ سعيد للجميع كلكم كنتمنى لكم حظ سعيد. كذلك ما يفوتنيش الامر انني نرحب بزوج ديال الضيوف اللي معنا اليوم او الضيفات اللي معنا اليوم اللي هي ميلودا كنسمعوا غير سميتها دائما. ميلودا مرحبا بك. ربي يخليك. وكذلك عائشه السلام عليكم كنتوا حاضرين معنا في الفطور ديال البارح. عليكم السلام. ايوا كي جاكم الفطور غزال سلعنبي عائشة دير الريجيم انت كليتي بزاف ما كليتيش شفتيني عتقسي كنشوف غير بالعين كنشبع غير بعينيا. الدقان الدقان هو المهم. الدقان اللي دقت بزاف بلا عجبك من ما قلت لكمش هو دار دارت لنا الله يخليك فطور والعشاء داكشي ما بقاش في الفطور الماكله ديال الشهر ديال الشهر ما شاء الله ما شاء الله. كي جاك عائشة الفطور والعشاء شنو لي بلا اللي عجبوك؟ البلا اللي عجبوني بزاف هي الصوم واللي معمر بلا صوص بلونش اياه ولي كوكلي اللي معمرين ومسطيله ديال السردين اياه غزاله صلعه ديال الكفته ديال الكفته اياه وعاد وعجبك كل شيء كل شيء بالحقيقه اش خليتي كل شيء غزال صلعني بريواز غزالين زوينين ولي كخيب معمرين الحلوين والمالحين تبارك الله عليها وصافي تبارك الله عليها وصافي. طبعا الاجواء كانت بالامس اجواء جميله جدا وعائليه مع نبيل مع عائشه كذلك حتى مع شادو يعني كان دار اجواء خاصه به فكان الافطار يعني مباشر وتمتعنا بزاف يعني بالحضور يعني ديال كل الفائزين اللي كانوا حضروا معنا وكانوا فائزات يعني بالضبط. عائشه مرحبا بك في اي وقت. ربي يخليك بارك الله فيك حبيبه اللي يخليك. حظ سعيد مره اخرى ان شاء الله. شكرا اللي يخليك ويبشركم مباركه. الله يبارك فيك شكرا لك. اما ميلودا فهي ضيفتنا ماشي من الفائزين ولكن ضيفتنا اللي كنسمعوا عليها. ميلودا اللي بغى العطريه يمشي عند ميلودا في الرباط. هذه هي ميلودا ديال الرباط اللي غادي تكلمنا اليوم احنا جبنا باش تكلمنا على العطريه اللي غادي تفوزوا بها وعلى كذلك المدرسه اللي كاينه في الرباط اللي ممكن انكم تقراو فيها. ميلودا السلام عليكم. وعليكم السلام. كيف حالك؟ الحمد لله. لاباس عليك؟ حتى انت كنتي حاضره البارح. اياه ما شاء الله وانت عارفه الشيوات ديال هدى. انا كنشوفهم يوميا. نسولك عليها. كنشوفهم يوميا. ولكن واخا هكاك شنو هو البلا اللي كليتي فيه بزاف؟ خديت الحوت السوم. السوم. خصي اليوم غادي نحوت السوم وشحال كيدير؟ الكيلو كيدير 150 الكيلو وهذيك الحوته شحال فيها؟
هذه كانت فاش 4 كيلو 3 4 كيلو لا روب هكا عاده تيكون 3 كيلو وغتعطينا اليوم قلتي الطلبات البارح كان بزاف على الصومو كانت بالطيله المستمعين اللي كانوا حضروا البارح كانوا بغاو الطريقه كانوا بغاو الطريقه الصومو الطريقه ديال بالطيله ديال الكفته اللي انا قالوا لي سهله سهله طيب ميلودا تكلمنا على المدرسه فين كاينه شنو تديروا شنو تقراو شنو فيها احنا تنكونوا حدا مركب المنال تنعلموا الحلوى والطياب مع هدى الحلوى الحلوى كنكون معاهم انا والطياب كتكون معاهم هدى الحلوى بنفس الطريقه ديال هدى بنفس الطريقه ديال هدى وفي الماكله كتكون هدى معاهم هدى ايه هدى يمكن كتحضري للرباط انا عندي اثنين والسبت فبالتالي انا كان ميلودا كتهضر معاهم جوج مرات انا كنحضر معاهم مره وهذاك الشيء مغربي ولا مختلف ميلودا كدير كل ما هو مغربي انا كندير كل ما هو عالمي مغربي مودرن خلطه وي داك الدواء مخلطه فوالا فانا دابا حدا ميلودا كدير معاهم من زمان ملي كيجي الابداع في راس من زمان ملي كيجي الابداع ملي كتجي تاخذي شي فكره من مسرح فرنسي هذا وتديريها سوغ زعما لاباس ديال المغربي كتخرج شي حاجه زوينه رائعه بحال ديك البسطيله كاراميليزي ديال الدجاج رائع 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 جميلة يا هدى طيب ميلودا العطرية ملي كتجيبوها شنو فيها ولا داك السر ديال هدى السر ديال هدى هذاك دائما تيبقى سر ديال هدى العطرية اي واحد تيسولني تنقول له داك السر ديال هدى تنسي براسك ما عارفاش شنو كاين انا براسي ما عارفاش شنو كنعرف فيها شي حاجة قليلة ولكن ما نعرفهاش كاملة اذا كيف زعما هدى ديك العطرية اللي عطيتينا حنا درنا في فيسبوك ماشي لا ماشي هي ماشي هي تماما يعني عطرية دجاج وكذا ولكن هذيك العطرية ديال الدجاج ولكن هذيك ولكن ماشي بحالها ماشي بحال بحالها زيدها شي حوايج خيانة هذه عظمى حيت اللي عندي انا راه فيها 72 حاجة مادة عطرية وحدة 72 عطرية ما شاء الله راه كاينة ديال اللحم كتدخل فيها حتى بودرة اللوز يعني حتى اللوز كيدخل فيها طيب ميلودا كيف الاجواء يعني مع العطريه يعني كتعجب الناس شنو زوينه كتعجب الناس عليها اقبال كبير بزاف جميل لا بدات لاباس وتتجي بنينه زعما تتجي بنينه امينه طيب حنا ان شاء الله منين غيكونوا عندنا الفائزين غادي نصيفطوهم ليك ان شاء الله ان شاء الله ديالنا في الرباط تقريهم ان شاء الله مرحبا بهم العطريه مرحبا والا عندك شي كلمه بغيتي تقوليها تفضل تحيه لمن تحيه كبيره للكريمه غزيل الرباط والبنات صحباتي خديجه وسعديه ومينا ولطيفة وسارة هادي فرق هادو شنو ميلودا فريق الراديو لا فريق العمل فريق العمل واخا لا لا فريق العمل تحية تحية لي شكرا ليك ميلودا عائشة وشكرا طبعا لحضوركم بالامس واللي كان حضور جميل جدا مع كل المستمعين احنا من بعد فاصل صغير غنرجعوا غناخذوا ان شاء الله الطلبات ديالكم والاتصالات ديالكم على 0522 36 10 36 0522 36 10 36 وعبر الاس ام اس 5 ديال او 6 ديال درهم تي تي سي على الرقم 5566 11:19 دقيقة ونرحبوا من جديد بهدى اليداري وعلى بركة الله غادي نعطيو لالا صومون ديال البارح اللي كان طبعا في الفطور كان فارسي كان جديد وطلبوا المستمعات اللي كانوا فازوا معنا وحضروا معنا في المسابقة ديال البارح ديال الفطور يلا شنو غادي نديروا فيه؟ إذا غادي ناخذوا بدا أول حاجة هي لافارس أو الحشوة اللي كانت البارح في الصومون هي غادي ناخذوا بصلة كبيرة كنشلدوها رقيقة بصلة كبيرة مشلدة رقيقة إيوا كنديروا معها واحد البوارو كنشحروها معلقة ديال الزبدة أو لا في الزيت كنضيفو عليهم على المليحة من بعد ما تشحرات كنضيفو الملحة لي شامبينيون كنضيفو انواع الشامبينيون اسود وشامبينيون عادي مليحة ماشي بزاف ما نديروش كمية كبيرة شامبينيون داك اسود ولا المصبر اسود اسود والمصبر فحال فحال تقدر ديرهم جوج بيهم تقدر ديري غير واحد فيهم فكنشحرو ثاني داك لي شامبينيون مزيان الاسود و معلب بجوج اولا العادي يعني انا البارح فاش درت راه ما كيبانش لان درت داك الطبيعي قطعته طبيعي اللي كيكون كارم وكديري فيه المطايب ودرت الاخر الابيض عادي هو معلب يعني لا ماشي معلب ماشي معلب طريته طري
ما كيجيش باين يعني ما كيجيش ديك الطرونش ديالو باين شحال كيجي كيجي رقيق كيجي رقيق تماما هذاك هو الرائع فيه ملي كيكون طري لان دابا هذا وقته متوفر واخا فملي كنشحروه مزيان هو السر ديال لافارس ديال الحصه تكون مشحره ناشفه من الماء فملي كتشحروه كنضيفوا عليه الكراميل الكراميل ما كيتسلق ما كيتبخر ما والو عادي يعني كنديروه عادي بدون ما نشحروه بدون ما نسلقوه يعني كنضيفوا عليه البصله كنديو كنجيبو حتى كيتشحر مزيان ملي كيتشحر كنضيف عليه معلقه ديال الحامض ماشي ضروري طيب في ديك التشحيره لا كيطيب شتي البارح كليتي عادي ما كيبانش بانه ما طيبش عادي فكنضيفوا عليهم الحوت هبره اي نوع ديال الحوت هبره حوت هبره كروفيت صومون عمرو بحوت هبره انا خليت فيه البارح لالوت ميزانيات ولكن امينه بيني وبينك مره في شحال تماما عندك شي بغيت عندك ناس عرض على شدائف ماشي مشكل طبعا الناس عزاز فهمتني ماشي خساره فيهم واخا لا حوت هبره والكروفيت الكروفيت كنديروا معلقه صغيره انا يعني الحوته وحده كنديروا الفاقس ديال الحوته وحده فبالتالي كنديروا غير ربع نقدر ندير غير ربع ربع من الشكل ربع الحوته ما غاديباسيش ليا اش من الحوت كديري اللي بغينا نديروا لافاقس يعني زوين في لافاقس لالوت لالوت ولا القرب ولا الاخر الفرخ حتى هو كيجي رائع الفرخ اللي كيكون كبير حتى هو كيجي زوين فمنين كنشحروا ديك الخضره دائما النار عاليه العافيه تكون بوطه مجهده لان ما خاصش من الاول النار من الاول يعني من مورا نديروا اي نوع نديروا الكلامر نجهدوا البوطه لان ما خصناش الماء يطلق لنا الحوت الماء فمنين غادي تشحر مزيان غينشف من الماء ديالو غادي نشوفوا بانه ناشف من الماء ديالو كنضيف معلقه صغيره ديال عطريه الحوت واحد ربع معلقه صغيره ازير مطحونه وواحد نص معلقه صغيره ثوم غبره صافي من بعد ما كانت في البوطه حتى كنضيف هاد التوابل عطريه ما كنضيفها حتى كانت في البوطه دونك لان باقي تابعها الطياب في وسط الحوته فبالتالي بغينا نحضر هنا لك الكروفيت نطفي البوطه بطبيعه الحال نطفي البوطه ونضيف العطريه اللي هي هادي ايوا فمنين كانت في البوطه كنضيف التوابل كنضيف الفروماج أربعة القطع خمسة ستة انا يمكن ندير شي 8 فرماجات انا مدمنه فرماج نديرو الفرماج نديرو حتى الفرماج الاحمر محكوك ونخلط كل شيء نخلي لافارس حتى تبرد او الحشوه نخليوها تبرد بيني وبينك امينه انا مأكدة اليوم شحال المستمعين يتشهاو الحوت اليوم غادي نوض يصوبوا داك باش نكونوا واقعين راه ماشي ضروري الصوم يعني شتي بدا يسير في الحشوه الحشوه كتلدد الحوت لا حتى في الحيمه ديال الصومو قال الصومو حتى هما لداد حيت شوفي شي الصومو بوحدو والله ما يعجبك واخا نسولو كمال شنو عجبك كمال في لي بلا ديال هدى البارح شنو اللي عجبك بزاف الصومو واخت سمحي لي قالت لك غير العماره اللي لذيذه العماره ولا قالك حتى العماره مزينه ولكن الحوت هو هو الصومو هو بداته رائع باش نكونوا واقعين هو بداته رائع واخا اذا هذه وصفه ديال الصومو معمر كيف ما قلنا هنا ديري امينه بين قوسين حتى الناس اللي بغاو يعني يعمروا الحوت اليوم شتي عندكم ميرنا كبيره دابا ولات رخيصه في الثمن عمروها عندك لاله القرب في الدار عمري عندك الباجو عندك ميلو شتي داك ميلو اللي كيدير 260 غير منين تجيبها تمشي عند مول الحوت الله يرضي عليك حلى لي خويا من الظهر تحلاش ليا من كرشه خويها قادها جيبيها للدار غسليها مزيان وحليها ورقه وحيد لك الشوكه عرفتي الماكله زوينه تبقي ضربه مع الشوكه صافي تتقطع ميغلون منين حلوها من الظهر حتى هي كلها لا الا عندك الميغلون فيلي ماشي مشكل الميغلون معروفه كتكون فيلي الا عندك في الدار فيلي ديريها ما عنديش فيلي حلها حليها لا كي تكون عندك مخويه يعني محلوله من الكرش تمام فبالتالي غتكملي في الكرش نيت في الكرش حيت البارح انا الصومو فاش شريتو حلو ليا من هذاك منين مشى صوبو لقيتو حلو فبالتالي ما لقيتش مشكل انا شاش درت واحد الحيله زوينه عرفتي مع الصومو قاصح ما بغاش يدخل ليا في لي كيردون شديت داك الخيط ديال اللحم لويت عليه ترجعت بحال الفوفيله جاتني سهله طابت هزيت حتى في الطبصيل ما تهرست ما والو حيت ملويه في الخيط عمرتها مزيان درت لها داك الخيط
فبالتالي ملي كتبغي تهز عرفتي الوحده في الكبيره انا دائما عند بزاف الناس ملي كتبغي تهز الحوسه من لاطا وتحطها في الطبسيل كتفرسك لك كتقسم تماما الخيط الخيط انت الخيط لويتو عليها بحال الفوفيله وحطيتها في الطبسيل قمتها الله يرضى عليك حطيتها في الطبسيل حيدت الخيط على خاطري الحوته زدتها بشويه زعما ما تهرست ما ولي انا قابطه بديك الخيط كومان بيبي والله العظيم زعما صراحه نجربوا هذه القضيه شوفوا اللي ما عندوش الخيط ديال داك ديال الفوفيلي ماشي ضروري جراره جراره ولويها على ثلاثه ديري واحد طويل ديري الخيط طويل ديري انت اللي شد معاك يمشي بعيد البيت الاخر شد معاك ولوي على ثلاثه يتغسل يتغسل مزيان ويدالو الماء والخل بحال اللي كندير زافيك تاعي صافي ولوي على هذا يلا احنا دابا خلينا الحشوه تبرد ونعمروا بها ناخذوا الحوت يعني قلنا اي نوع ديال الحوت الصومون الا توفر كان الد عندي الحوت في الدار كنديرو كناخذوا الحوته كندهنوها بالثومه غبره من الوسط والا ما عندناش الثومه غبره ما نديروش الثومه الاخرى لان غادي تجينا مجهده بزاف الملح راس المعلقه ازير كندهنها كندهنها من داخل وكنحط الحشوه وكنشدها يا اما بالخيط يا اما كاين الناس اللي كيديروا البرا والخيط كيخيطوها ولا نلويها بحال فوفيلي حتى اللي ما عرفش ديك اللويه شدي غير الخيط وبقيت لوي ودخلي في العين الاخرى ولوي وانت غاده حتى كتكملي صافي كناخذوا الحوته كندخلوها الفران صافي انا ما كندهنها حتى بشي حاجه كندير بابي كويسون لا كندير بابي كويسون ورق. كندير ورق الطهي الا ما عنديش ورق الطهي في الدار ندير ندير ندهن بشي معلقه ديال الزيت ونديرها واخا شوفي كاع حتى اللي ما عندوش ما عندوش زعما هذا الشكل ديال الحوت السردين حليه السردين تاوي يصلح الله الا كيجي واعر دابا انا السردين غنحلو غنعمرو بالكروفيت لا ما تعمريش بالكروفيت واش هادو هدا هادي لا ما تعمريش عندك الحشوه صح حتى مزروبه انا تعمرتي دابا في الكروفيت وفي لا راه غادي نعطيك دابا انا اش غنعطيك انا دابا بالخضره انا حشوه اخرى واخا غادي تعطينا الحشوه الاخرى ولكن كنظن بعد فاصل اشهاري معنا ونرجعوا ليك هدى باش تعطينا طريقه اخرى باش او حشوه اخرى باش نعمروا الحوت اللي عندنا ربما اقتصادي اكثر وارخص ياك طيب بعد الفاصل ما تنساوش تواصلوا معنا على 0522 36 10 36 0522 36 10 36 كذلك عبر الاس ام اس على رقم 556 ثمن الاس ام اس 6 دراهم داش 31 دقيقة وناخذوا الحشوة الأخرى اللي هي حشوة اقتصادية نقدروا نعمروا بها الحوت يلا هدى غادي نكتبوا على حشوة اقتصادية ياك بدون كروفيت لا ما كاينش كروفيت الفرماج ضروري الفرماج ضروري باش كنجمعوا داك الحال يلا إذا غادي ناخذوا الحشوة عندنا بالخضار غادي ناخذ بصلة نشحروها هاد الخضار نقدروا نديروا معاها رابعة كخوفات مثلا شوية كثير عليك رابعة نقصي على رابعة نص رابعة نص رابعة زعما باش لا لا نص رابعة تجيك زعما فلوسها نص رابعة كافياك لا نديروا الرابعة حنا كاع زعما كترسي كيدير 80 درهم مزيان 80 درهم 80 درهم لا خصها ب 60 هي 80 وصلت حتى 80 درهم بصله كبيره مشلضه حيت شريت شحال هادي في الكونجيلات بعدا في الدار البيضاء 80 درهم انا حيت شحال هادي شريت وخليته في الكونجيلات واخا لا شريتي فاش كان ب 60 درهم الحمد لله بصله كبيره مشلضه ايه ايوا كنشحروها نفس الطريقه مع واحد البورو نشحرها من رائع في البورو كيكون لذيذ بزاف مع الحوت واخا هنا كنديروا دريس ديال الثومه الا ما عنديش الثومه هنا ماشي مشكل نقدر ندير دريس ديال الثومه ايه ورقه سيدنا موسى ايه علاش ما درناش في الاول ورقه سيدنا موسى علاش الصومو ما تصلحش في الصومو في المغرب وفي اللي ما تجيش الصومو معروف رومي شكله رومي مذاقو يعني دغيا يقدر يشم اي مذاق ياثر عليه يعني يمشي له قوت الصوم فبالتالي عجلت انا ازير كيتمشى بزاف معاه فرماج كيتماريا بزاف افيك اون صوص بلانش واخا فبالتالي كناخذوا ديك البصله كتشحر هي الثومه هي والبورو مزيان بعد ما كيتشحروا حبد هنا الخضره نديروا زيت العود كيجي رائع مع الخضيره ملي كنشحروهم كنضيفوا جوج خيزوات محكوكين
دائما يا اما جيليان يا اما حكاكه الرقيقه. كنضيف كنخليهم يتشحروا بعدا مزيان داك خير الزوميت القليش الماء. كندير طريف ديال القرعه الحمراء كنحكو في الحكاكه هو بحال هكا جيليان ولا حكاكه الرقيقه. كنضيف واحد جوج حبات ديال القرعه. هذا القرعه الحمراء والقرعه الاخرى في نفس الوقت كنلوحو قرعه حمراء وقرعه خضراء جوج. ايوا فلفله قطعتها قطع صغيره. كنخلي كلشي كيتشحر مزيان. الناس اللي ما كيبغوش مذاق ديال الفلفله يبقى باين كثير كياخذوا يديروها مع البصله باش كتموت لهذيك الجهد وديك اللذه ديالها اللي كتكون مجهده. فمني كتشحر ديك الخضر مزيان كنقدر بحال اللي قلتي نضيف شويه ديال الكروفيت كنضيفو. ما بغيتش هي بالتالي غير عطريه ديال الحوت كفيله بانها تكون تلذ بديك الخضره. كوني على يقين لان انا دابا درت واحد الكروفيت نزيدو على الحشوه غيطيب وهي ناشفه فاش غيطيب؟ كيفاش باش غيطيب؟ خصو غير الدخان يعني غير شويه الحراره كيطيب الكروفيت. حنا بغيناه ما يطيبش كثير. انا الرائع اللي كندير فيه بقى شويه كروكون يعني ما انا شتي طيبت بزاف يعني مجرد باقي واحد 10 ثواني غير طاب غير السخونيه. علاش ملي كيرجع يطيب في الحوته عاد كتعطيه وقته فين يطلق الماء فبالتالي الحشوه ما كتجيش فاز ناشفه يعني كتجيك شويه فازقه ارتبه في الماكله. طيب كروفيت طبعا يكون مغسول ومسقطر مزيان دائما مسقطر. برافو امينه. يكون ناشف من الماء باش ما يعطينيش كميه الماء كثيره وعلى نار عاليه. نار عاليه بسرعه هو غير ديك السخونيه الخضراء غيطيب فيها. عطريه الحوت كنضيف معلقه ديال العطريه ديال الحوت راس معلقه ازير. بلاتي حنا زدنا الكروفيت طيبنا عطريه الحوت حتى الاخر كاع حتى الاخر باقا البوطه. لا طفي البوطه طفي البوطه. كندير شويه البزار عطريه صغيره تاع عطريه الحوت. هنا الناس اللي ما توفروش على العطريه ديال الحوت بزار سوا ما درتيش مع السخونه. لا ما كنديرش كاع نهائيا العطريه في الاول في هاد الحشوات ديال الحوت بالضبط ما كنديرش عطريه. بزار ما درتيش مع الصومو. لا الصومو لا نهائيا ما تحملش هو البزار. عندك الصومو عندك الميرنون عندك القرب ما كيتحملوش مع البزار. شرموله وحده لكاع انواع ديال الحوت. لا كيتحملش البزار نهائيا مع شي حاجه سميتها حوت بيض. طيب بزار شنو اخر؟ شويه ديال البزار كنشحروا ديك العطريه ديال الحوت راس المعلقه ازير. هنا الناس قلت لي ما توفروش على العطريه ديال الحوت كيخضروا حيت انا العطريه الحوت الاخر اللي درت ما فيها ما ديدي معاها والو يعني فيها الربيع فيها الثومه فيها البصله فيها كلشي كلشي. فبالتالي الناس اللي ما لقاوهاش كيضيفوا شويه ديال الثومه غبره وكيضيفوا شويه ديال الربيع. دابا دابا بلاتي زدنا بزاف. مين ما عندوش عطريه الحوت ازير انا عندي عطريه الحوت الاولى بحال بحال عندك الاولى نضيفي شويه الربيع نزيدو الربيع شنو اخر؟ نضيفي شويه ديال الربيع ايوا وغنضيفي ازير. ازير لا قلتي ربيع وشي حاجه اخرى ثومه واحد ثومه غبره ثومه غبره اما الا ما كايناش لا ما نديرش ما نديرش ثومه حيت في لافاكس بالضبط الا كانت الثومه العاديه واخا. ما استعملتيش العسل الحامض؟ الخضر لا ولا الحامض؟ لا خضر لا في الاول تا هو الثومه حيت عندي فروماج داك ما يتحملليش غادي يتكلكل واخا غادي يولي يفصل ليا الفروماج الماء ديالو على الحليب. طيب احنا دابا زدنا هادشي كامل في الاخر نزيد الفرماج بطبيعه الحال ضروري نطفي البوطه نضيف الفروماج دايما جوج فروماجات الا عندي جوج فروماجات في الدار ندير جوج فروماجات ما عنديش فروماج حمر ماشي ضروري. كيعجبني مذاق ديال هذا ندير شويه الهريسه ماشي مشكل. انا البارح في رمضان بزاف كنتفادى شي حاجه سميتها حار كثير لاحظي بانني البارح ما كانت عندي حتى حاجه حاره تماما. صافي وكنعمر صافي كنعمر الحوت سريعا عطينا الصلصه اللي غن الصلصه البيضاء الصلصه خويو عليه ملي يخرج من الفران فوالا كناخذ شامبينيون كنشحرو معلقه ديال الزبده. ملي كيشحر داك الشامبينيون في الزبده كنضيف عليهم ملحه شويه البزار كنشحرو مزيان ديك لي شامبينيون بعد كنضيف عليه علبه ديال القشطريه ولا كاس ديال لاكريم فريش. الا عندي علبه يعني عندي ديك الاترو ناخذ كاس ديال لاكريم فريش زيدو على ديك لي شامبينيون النار عاليه بطبيعه الحال. وكنشحر مزيان داك لاكريم تكدا تقال شويه مجرد بانك تقال كنضيف فرماج محكوك
حمر واحد 100 غرام يعني واحد 10 درهم ديال الحوز ديال الفرماج وكنحرك مزيان يعني واخا هنا الفرماج غيذوب ليا بسرعه فبسرعه غيتثقل لي داك لاكريم هنا لاحظوا ما نخليوش الكريمه جات نشاف وتولي ثقيله تولي دي واحد شويه يعني خصها تبقى شويه خفيفه باش تخوى على داك الصومون داكوغ يعني مجرد واحد دقيقه الا جهدت البوطه دقيقه على الاكثر صافي كتكون واجده امتى تجي من بعد ما كندير الكاسك الكريمه من بعد ما درت الكريمه دقيقه بالضبط كنزيد الفرماج كانت في البوطه كنخويها فوق الحوته هنا الحوته ملي خرجت من الفران قمطتيها ودخلتيها للفران وصوبتيها وقديتيها وخرجتيها من الفران حطيتها وياك تحيدي الخيط قبل بلاتي علاش ما درتيش لنا داك الصلصه البيضاء الاخرى صوص بيشاميل بيشاميل لا ما تجيش علاش؟ ناري امينه انت شيطان غنربصها واحد المره جاي لا 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 ما كتجيش حتى دقيقه لا 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 جامي مع الحوز اي مع الحوز انا معاك شيطان ما جاش اختي ما جاش شقيله عمرك ما درتيها؟ جربيها تختي راه لا اختي اه جربي حمرات ديري بالراي ديالي كيصدق تيصدق والله الا واحد المره درتها انا ب هذا بصوص بشامل واخا تيشوفوا اتصال حصريا على امينه مالك بحال بسطيله ديال الكغامل سعيده من مراكش السلام عليكم سعيده كيف راك سعيده كي دايره اختي هدى الله يبارك فيك الحمد لله حبيبتي اختي امينه البارح واحد كنقول لك هذاك العصير كيجا اين عصا اللي سميتي تاع خي الزور والبربه والتفاح والبنان مالو عرفتي كي جاي اختي امينه كي جا تتسوليني انا ما نعاودش ليك ما شاء الله روعه روعه عندك حبيبتي ستي عندي مستمعين بعدا كيجربوا رائعين مستمعين البارح انا كما باقي ما كملتيش تولي هي هادي اللي كتشد الباربه في يديها عقلتي عيطات لينا راه هي هادي ياك سعيده اه هي بصحه وراحه الله عليك ما شاء الله بصحتك وراحتك جا زوين منين كيشربوا الاب ديالي قال لي قول لي شنو دايره في هاد الشيء جديد عاوتاني مني الواليد عجبو صافي هذا هو هذا هو الاساس هذا هو الاساس وبغيت وحده سميتو عندي داك الباجو صغير وما تيبوش فيه يقليوه عمري ودخلي الفران عمري بهذا الحشوه اللي عطينا اليوم ودخلي الفران صغير اختي ماشي مشكل ماشي مشكل حبيبتي ولاو داك الباجو الصغير ماشي مشكل واخا نعمرو نديرو في الفران طبيعه الحال حبيبتي ماشي مشكل واخا يكون صغير يعني يكون التبصيل فيه 4 5 ديال الحوتات 2 3 4 معلقه ديال ماشي مشكل الحشوه يعني تصوب الحشوه كثيره شويه وتعمرهم كاملين وتدخلهم كيجيو رائعين في الفطور نعم خديجه من اصيله السلام عليكم وعليكم السلام امينه لاباس عليك الله يبارك فيك خديجه مرحبا انا الاخت هدى مزيانه مرحبا ربي يخليك انا كنشكركم على هذا البرنامج بزاف الله يبارك فيك شكرا لك خديجه مرحبا تفضلي عرفتي اختي ولا انا مزوجه وباقي مشيتي لداري ومعكم كنتعلم الطبخ وكتجربي بعدا ان شاء الله كنجرب ضروري جربت بزاف ديال الحاجات في رمضان الحمد لله بصحتك وراحتك خديجه تفضلي عندك شي سؤال؟ لا بغيت اذا يمكن اي طريقه ديال بغيت نعدل الكرواسون اي مشيتي على الكرواسه وانت اختي يلاه كتعلمي خلي على الكرواسه خديجه بنتك على الكرواسه كنت نجرب فيها هي الاولى واخا ولكن كرواسه كانت قالت لينا هدى بلي خصها واحد الفرن معين على اينا نشوفوا الا عندها شي طريقه اخرى نشوفوا معها ولكن غادي نعطيوها ان شاء الله الى عقلات هدى في الاسبوع الماجي من نعطيو الحلويات ان شاء الله خديجه من اصيله شكرا لك اتصالاتكم دائما على 05 22 36 10 05 22 36 10 36 كذلك عبر الاس ام اس على 5566 عتيقة من هو راه قالت لك بغيت كيكة بالشكلاط كيكة بالشكلاط كاينة في الفيسبوك على شدة الأسرة سي اش ا سي اش ا دي ا ال او اي دوز اس ا شدة الأسرة فيها غتلقاو طبعا أنواع كثيرة ديال الكيك تبارك الله عليكم شهيتونا هذا الصباح عافاكم واش عندك شي طريقة زوينة باش نطيب بوزروك طبيعة الحال كسبي عندك سما بوزروك ها هو بوزروك بوزروك سلام
قال لك السيدي بغات لادغاس ديال المدرسة ديال هدى فين بعدا واش في الدار البيضاء في الدار البيضاء قالت لك غتعيطي لزينب 0522-33-83 03 أو 04 0522-33-83 03 أو 04. طبعا إلا بغيتوا أنكم تقراو في المدرسة ديال هدى اللي في الدار البيضاء أولا اللي في الرباط وتربحوا 15 نوع ديال البكية كل نوع فيه عدد كبير من الملسمات ومن الأعشاب فبعتوا كلمة حادقة على الرقم 5566 مع السمية ديالكم طبعا الحال حادقة على الرقم 5566 من الأسماس 6 ديال درهم. نمشيو لمراكش هاد المرة وناخذوا إلهام. إلهام السلام عليكم. إلهام أمينة لاباس الله يبارك فيك مرحبا شكرا مرحبا مرحبا شكرا حبيبتي الله يحفظها شكرا الله يحفظك ليا اختي بغيت نسولك على واحد الكيكه صوبتها وما صدقاتش ليا يا حبيبتي شنو وقع لها كيكه الشوكولات يا وما درتش فيها هي نقول ثاني من فيسبوك ما فيهاش الخميره شي كيكه ما فيهاش الخميره فيها الشوكولات ودوب الشوكولات مع الزبده والدقيق مع برونيز مع سنيدة واسميته ما صدقاتش ليا ما عرفتش شنو المشكل اللي في الخميرة ما لقيتش الخميرة فيها ما مكتوباش الخميرة واش مكتوبة فيها هدى اليداري ولا شي مستمعة اختي والله ما عرفت ما رديتش البال يبقاو تردوا البال يعني بعد المرات كناخذوا طبعا من عند المستمعات وانا كاع ما تعولوا عليا نسول على الخميره ولا ما نسولاش احيانا انا براسي ما كنعرفش المكونات اللي خصها تكون طبعا الحال مازال ملي كتكون هدى هي عارفه اش خص يكون وشنو ما خصش يكون على اي ردوا البال يعني ملي كتكون مكتوبه هدى اليداري فديك الساعه ممكن تاخذوا الوصفه وانتم مرتاحين كاين شي سؤال هدى بغيت نسولها واش باقي عندها باقى عندك الهام اشنو هي باقى عندك الكيك الكيك لا ما بقاتش دابا كان السؤال ديالك فين كان المشكل كان المشكل كان بين الخميرة حبيبتي نعم ضروري من الخميرة صاحبتي نعم فهدي واخا ناخذ حسنة من الأكادير السلام عليكم وعليكم السلام مرحبا تفضلي نقصي ولا طفي راديو حسنة الله يجازيك بخير شكرا تفضلي البرنامج مرحبا ويا حبيبتي لاباس عليك الحمد لله طول لي عمرك حبيبتي ربي يحفظك نشكرك على هذا البرنامج شكرا على الاستيوات اللي كتقدمي لينا الله يحفظك حبيبتي مرحبا تفضلي الله يخليك بغيت واحد البيتزا تكون نعم شنو بغيتي بيتزا؟ تكون ديال الحوت بيتزا ديال الحوت ايه وبغيت شي عصير يكون بالباربا لا عطينا اختي البارح والبارح واخا حسنا من اكادير شكرا بعد على الاتصال ديالك وبطبيعه الحال غادي تلقاي العصر ديال البارح على صفحتنا على الفيسبوك شادة لوسرا طبعا فيها بزاف الانواع ديال امينه قلت لك جربي داك العصر وقلتي لي صافي قلت لك غنجربو وراكم معروضين عندك البارح حتى اليوم واخا بوزروك وبيتزا ديال الحوت غادي ناخذهم ان شاء الله من بعد الفاصل 51 دقيقة والطلبات اللي كانت معنا في مائدة رمضان مع هدى اليداري هو ويا بوزروك وبيتزا ديال الحوت العصر كاين في صفحتنا على الفيسبوك بوزروك كيفاش نديروا ليها لهدى بوزروك حبيبتي بوزروك الرائع السمعة فكرات هدى في بوزروك قالت لك غتخرج دابا تشري وتصور دابا اختي غنشري وغادي نحطو في مائدة الفطور ديالي ان شاء الله حيت انا اصلا عندي اليوم الحوت مائدة ديالي اليوم الجمعة فعندها حوت كل نهار دايرة شي حاجة سبيسيال عندي بروغرام ديال الماكلة كل نهار مائدة ديالي شنو كيكون فيها فاليوم غتكون كلها غنية ان شاء الله يربي بالاسماك الحوت انواع ديال الحوت وانت عارفة اني عزيزة ديال الحوت معروضة انا اليوم ان شاء الله مرحبا بك يلا عطينا بوزروك يلا فبوزروك نفس الطريقه اللي درنا في المقيله ديال الكروفيت لان شرمل شرمل كيجي رائع فبعدا انا كنصوبو كيعجبني كذلك فاش كليت عند في الرباط عند ميدودا عند ليلى اللي كنحيي ليلى كنقول لها ما شاء الله عليك ليلى القوتي كنقول لها تبارك الله عليك ما شاء الله فعجبني كان عندها بوزروك ليلى دي كتقري ولا شنو تدير؟ لا ليلى خت ميلودا كنت مع روضه انا نهار تعطينا الوصفه دابا غتعطينا الوصفه ديالك ولا ديال ليلى؟ لا ديالي
ديالك وكنت يعجبك كثر على ليلى. لا انا كنصوب يعني عمري ما كنت عندي شي حد عجبني صراحه. داكوغ. حيت بزاف صعيب في ديالو باش انت ما طاق صعيب صراحه. يلا عطينا الطريق. فعلى سر من اسراره هو يتحيد لواحد الحجر واحد الداخل ملي كتحليه كيكون واحد القوس كحل، هذاك خصو يتحيد، هذاك ديك القطعه اللي كتكون كحله خصها تحيد من الداخل ديالو، هذيك كيكون فيها الحجر. دونك نغسلو اول حاجه خصنا نبداو بها ونحيدو ليه شنو نسميو واحد المهم كتحليها كتريح اسود دائره كحله كتجريها كتحيدها على شكل نصف دائره كيكون فيه الحجر. اها اي كنحيدو كيتغسل مزيان كيتقطر كنديروا على لا غادي نديروه مشرمل بمطيشه كيجي زوين. فغادي ناخذ جوج حبات ديال المطيشه محكوكين، هذه الرابعه ديال البوزروك يعني فقط غير الرابعه بالزريعه محكوكه بالزريعه. اه ماشي مشكل نديروها مع الزيت ديال البوزروك، نديروا معاها الزيت زيتون احسن يكون زيت زيتون كيجي رائع. كندير معاها مليحه كندير جوج معلقه ديال الربيع كندير جوج دروس الثومه وكنشحر ديك المطيشه نخليها حتى كتبدا شويه كتبدا تطلق الماء ديالها من شويه يعني كتطيب واحد جوج دقائق حتى دقائق كنضيف عليها نص معلقه صغيره ديال التحميره نص معلقه صغيره ديال الكمون شويه ديال الهريسه يعني ماشي كميه كبيره ديال الهريسه كميه قليله ديال الهريسه غير ما غتحرش غير غتلدو فقط شويه. فملي غندير ديك الهريسه غنحرك داك الخليط غادي نضيف بوزروك نخليها تشحر مازال شويه. لا صافي غير نخلط داك التوابل ونضيف بوزروك هي حابه دابا طيبوه يا اما في مقيله يا اما يطيب في الطاجين كيتقدم حتى نيت في الطاجين كيجي زوين. فملي كنشحرو مزيان كنغطى داك الطاجين كنمهل البوطه وكنخليه كيطيب على راحته. بعد ما طاب كنضيف عليه معلقه ديال عصير الحامض، معلقه صغيره ديال عصير الحامض، كنطفي البوطه كنضيف جوج معالق كبار ديال زيت الزيتون كنغطي الطاجين كنخليه مده ديال 5 دقائق عاد كنقدمو. هنا الناس اللي كيبغيوه بالحامض مرقد بالزيتون كنقدر زيتون نجيبو نغليه بشويه الماء نضيفو عليه شويه من الفوق ونضيف طريف الحامض مرقد او كنقدمو هكاك مشرمل بعد ما درتو زيت العود خليتو داك زيت العود تنسجم فيه وكنقدمو صدقوني بانه كيجي رائع فريمون كيجي لذيذ. بيتزا الحوت حنا بيتزا عندنا العجين على صفحتنا على الفيسبوك. الحوت الحشوه ديال الحوت كيفاش دير لها؟ الحشوه ديال الحوت، الحوت اي نوع ديال الحوت كيتشحر ملي كنبغيو نديرو لي فخوي دماغ ولا فواكه البحر في البيتزا كيتشحرو زيت الزيتون ثومه ضريس واحد ديال الثومه اي نوع واحد يعني بغات ديرهم ثلاثه بيوم كل نوع كدير فيه ضريس ديال الثومه زيت العود الملحه شويه عصير الحامض والراس معلقه ازير وكيتشحر يعني الكالامار كذلك ما كيتسلق ما والو كيتشحر فقط الكروفيت كذلك غير هنا يارب يارب باش تراجم كروفيت ما كنشحروه ما والو الكروفيت كيترمى مباشره خطر لان انا مشيت شحرت وعاد درته في البيتزا غيجيني ناشف بزاف. طيب عبر اس ام اس على رقم 5566 نقراو شويه من رسائلكم. سلام السلام عليكم امينه سولو هدى فين كتقدى الحوت واش من منطقه فين كتقدى اختي الحوت؟ انا كنتقدى الحوت الاغلبيه من البلاصه اللي كنلقاه فيها جدي. انا عندي ثلاثه الاماكن كنمشي ما عجبنيش الحوت جديد ما كانش ريحش كنمشي بزاف 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 نهار اللي نبغي الحوت الحوت دابا في هذا الوقت في هذا رمضان كنمشي للمريصه في طريق تماريس هذيك هي المكان اللي كيعجبني فيه الحوت لان كنحضر الفلوكه تتجي نشريه من الفلوكه. مريصه غالي فيها الحوت ماشي بزاف ماشي بحال سيدي الحاج ماشي غير سبت الحوت شويه ما تمشيش غير سبت الحوت الايام العاديه كتلقاي الحوت. انا خديت الكروفيت منها مؤخرا فهذه بقشره ديالو كبير 60 درهم واخا قالت لك لاله وعندها الهبره ديال البانكا رائعه جمده رائعه كيفاش تحضرها؟ البونغا كتقدر ديرها في الحشوه
اولا كديرها هي تجي ديكونجلا وباش تسق ليها هي ولا تدخل الفرن احسن تدخل الفرن فتشرمن فقط ثومه غبره ولا دريز ديال الثومه زيت الزيتون ازير راس معلقه ازير شويه الزعتر حامض ملحه كتشرملها في هاد الشرموله بالضبط وكتشد كدوزها في هذا في البيض كتغطسها في البيض ودوزها في لاشابليغ وتدخلها الفران ترشها بالقيطه ديال الزيت ولا ما ترش غير الدهن لاطا لا بابي كويسون تدخلها كتجي لذيذه بزاف. طيب اس ام اس اخر على 5566 قال لك السلام اختي امينه انا عبدو رشيدي من الدار البيضاء انا كنتمنى نلقى شي مره بحال هدى ان شاء الله خويا وراكم جبتوا لي الجوع حشومه عليكم. السلام عليكم الله يخليكم بستلا بكاراميل اللي قالت امينه مبروك عواشر علينا وعليك بستلا ديال الكراميل كاينه على صفحتنا على الفيسبوك شدا الاسره كنظن ناخذ دابا سريعا مع فاصل ونرجع باش نكملوا معاك هدى على الرقم 5566 يمكن لكم تواصلوا معنا طبعا من خلال اس ام اس تم الاس ام اس ديال الدرهم كذلك يمكن لكم تصلوا بنا على 0522 36 10 36. ثاني 10 وجوج ديال الدقائق ونكملوا طبعا مع رسائلكم على 5566 من اس ام اس سجل درام في مائدة رمضان رفقة هدى اليداري. السلام عليكم ارجوك عاودوا لنا العصير ديال البربره كانت البارح شدا فم مقطوعه في الرباط فعلا سمعت هاد الهضره. طيب غادي نحاولوا نعاودوا خدوج من طنجة عافاكم ديروا بحساب الناس اللي ما عندهمش ما عندهمش فيسبوك هي ولكن حنا قلنا بان الناس اللي ما عندهمش فيسبوك ممكن انه تمشي لاي سبر اللي قريب ويخرج لك الوصفه اللي بغيتي ولكن نتوما حيت حنا تنديروا بحساب هاد الناس ومره مره تنعاودوا الوصفات ولكن نتوما ديروا بحساب الناس اللي عندهم الفيسبوك كنبقاو نعاودوا لهم الوصفات بزاف نتوما ما تعجبهمش الحال فاذا ديروا التوازن بحال مثلا اليوم حنا غادي نعاودوا العصير ديال البربا مره مره كنعاودوا بعض الوصفات كذلك اللي هي كتكون عليها الطلب بزاف ولكن حسوا ما خصكم تعاونوا معنا. ناديه من طنجه قال لك الكيك اللي سقساتكم عليه واحد المره ديال الشوكولات اللي ما صدقش ليها سيغمون براوني داكشي علاش ما طلعش نورمال. قلت لك قبيله براوني ديك الطريقه اللي بدات بها ديال براوني ديال براوني ما كيتلزعش خصو وما تيدار بالخميره ولا بالخميره لا غير شويه خميره فوالا. والله ليلى انا فيا الخير في الطبخ غادي يخرج مني شي حاجه مزيانه من هنا لقدام بعدا ماشي دابا حيت نعقلت على بحال هاد الوصفه هادي ديال براوني ما كانش فيها براوني حيت عشاقو بوحدهم يعني عشاق البراوني كيخصو كيعرفين مذاقو كيفاش داير عارفين بانه ناشف ما كيجيش فازك كثير بحال الكيكه عارفين بانه كيجي قاصح هو اللذه ديالو هو ملي كيبرد وكيكون قاصح وكتاكليه فبالتالي عشاق الشوكولاته هما اللي كيمشيو مع لوكو ديال البراوني. قال لك لا رمضان كريم والله يخليك هذا واش كاينه الاقامات ديال هدى في سلا؟ كاينه بطبيعه الحال. عند في سلا ماشي في الرباط. كاينه في سلا كاينه في سلا وقنيطره عند رجاء. واخا سلام هدى كنا سمعناك هضرتي على شي حاجه كتخمر العصير شنو هي؟ مختير العصير شنو؟ تبع الموزعات كاملين. ديالك هذا اختراع ديالك ما لقاوش بلاصه اخرى. لا كاين ولا بس وضروري خصنا هذا باش يتكثر. لا ماشي ضروري. فين تنديرو في العصير ديال الماء؟ في العصير ديال الماء ديال 8 لتر وديال 5 لتر اللي كيكون بكميه كثيره كميه كبيره. سلام عشركم مباركه بغيت هدى تعطيني الكريمه ديال الحامض عطيناها عافاكم سبقها لي عافاكم ما تقوليش ليا كاينه في الفيسبوك حيت انا ما عنديش. يلا سريعا نعطيها سريعا كريمة الحامض اسهل ما يكون. اعطيناها على جوج اشكال كناخذوا كاس ديال الحامض يعني كاس ديال العصير ديال الحامض وكاس ديال الماء او كاس ديال القشطه طريه جوج بهم كيصلاحوا او كنستعمل روح الحامض فطريقه سهله ومثله اللي باش ما تعذبكش بزاف في الكريمات الحامض نعطيك واحد الطريقه اللي هي سهله. الحامض دابا غالي خصك كاس غادي نعطيك طريقه سهله غادي تاخدي سطر ديال الحليب غادي ديري في كاسرونه عادي غادي تضيفي له جوج معالق ديال النشا ديال مايزينا غادي تضيفي له واحد ياغورت فروماج غتضيفي واحد 6 معالق ديال السكر غتحركي الخليط غادي ديري فيه قشره ديال حامضه
حكاكه الرقيقه، حكي بحكاكه رقيقه احسن باش ما تجيكش باينه. كنديروا هادشي الخيط كله فوق البوطه، كنبقاو نحركوه بالتراب يدوي ولا بمغرفه ديال العود. من بعد ما كيختار مزيان كنطفي البوطه، كنضيف عليها مقدار 4 المعالق ديال عصير الحامض، 4 المعالق كبار او ما يعادل واحد ربع كاس ديال هذا. كتطفي البوطه وكتضيفي داك عصير الحامض وكتخلطي، فكتجيك كريمه اللي هي لزيجه رطبه، لان داك الياغورت فروماج اللي كيكون فروما يعني هو ياغورت فروماج كيكون حلو، فبالتالي هو كيعطيها واحد اللذه خاصه، كيعطيها واحد كتجينا كريمه رطبه ونسه. هذيك نقدر نديروها اما شكل داسري اما نديروها افيك دي تارت. طيب ناخذ اتصال ام امين من دار البيضاء. السلام عليكم ام امين. عليكم السلام. تفضلي. كديرين الحبيبه منورين. مرحبا الله يبارك فيك. احسن اذاعه في المغرب كامل. الله يجازيك بخير. شكرا. كتعجبني بزاف شاده والله العظيم ما نكذبش. مرحبا شادة. مرحبا ام امين. بالاخص لهدى والاطباء اللي عندكم كلشي كلشي البرامج كيعجبوني. الحمد لله الحمد لله عمرك. الله يحفظك يا حبيبه. بغيت لهدى حبيبتي تعطيني الوصفه ديال البراولي، حيت انا ما سمعتهاش من اللي دوزاتها. مرحبا. وكنطلب منها الى كان ممكن دير لينا شي قناه ديالها. قناه كاع واحده. الله هدى انا مؤخرا دارت لاباس مدارس وعطريه وداك الشيء ماشي بعيد شي شراكه ودير لنا شي قناه ان شاء الله ديال الطبخ. براوني نديرو دابا ولا الاسبوع الماجي مع الحلويات؟ مع الحلويات ان شاء الله. اشنو دابا عندنا مع الحلويات اللي قلنا قبيله؟ براوني كرواسون وكرواسا قيدي انا ما كرواسون وبراوني. انا هذا الاسبوع الماجي ان شاء الله. انا هذه الورقه اختي غنسالي ما غاديش نمشي لهم. واخا اس ام اساتكم دائما على 5566 من الاس ام اس ديال الدراهم. قالت لك واش كاين العطريه ديالك هدى في بركان وجده؟ ها لا ان شاء الله قريب في شهر 8 ان شاء الله غادي تكون ان شاء الله. وغادي نمشيو باش نعطيو العصر اللي قلتو البارح ما خديتوش، العصر ديال الخضر والفواكه كذلك. اذا فيهم جوج خزوات، جوج باربات نقيين ومسلوقين مع نص معلقه صغيره ديال السكر باش ما تبيضش لينا الطنجره. الباربا فوالا ملي كيبردو كنزيدو عليهم واحد التفاحه، بنانه، شويه ديال البرقوق اللي عندكم، زوج ديال الفرماجات، ياغورت ديال الفخوماج حتى هو، شويه السكر بحسب الذوق، وما بارد او الماء ديال كذلك الماء ديال الباربا اللي طحنا فيه خزو الباربا وكنطحنوا وبصحه والراحه. نعاود جوج خزوات وجوج باربات مسلوقين، زائد تفاحه، بنانه، شويه البرقوق، جوج فرماجات، ياغورت، فخوماج، السكر والماء بارد بالاضافه للماء اللي تلقات فيه الباربا بصحه والراحه. عطينا شي شهيوه سريعا نختموا بها. شهيوه سريعا لان حنا عطينا باننا باش ما نكونوش نكونوا صادقين مع المستمعين، عطينا بطريقه الكتا فنعطيوها بسرعه ما صعيباش سهله. وفي عقلك تتعطي بسطيله بسطيله اني اللي كتشد الوقت بزاف، بسطيله الكفته ولا ديال الدجاج بالكراميل؟ الدجاج بالكراميل كتشد الوقت وقت بزاف. ما نقدرش نعطيوها اليوم حيت جوني طلبات عليها بحق. بون كاينه في الفيسبوك كيف ما قلنا كاينه، ونعاودو نعطيوها بطريقه اخرى. نعطيو دابا ديال الكفته وغدا ان شاء الله نعطيوها ديال تكون هي الشهيوه ديالنا هي بطيله ديال الكراميل. نعاود لان عليها الطلب. يلا ان شاء الله وبحول الله. يلا اذا بسطيله ديال الكفته كناخذوا بالنسبه للبسطيله كبيره يا اما نص كيلو يا اما كيلو ديال الكفته حسب اختياركم انتوما، كذلك تقدر تكون بسطيلات صغار. اذا غادي ناخذ بسله ولا جوج بسطيلات كبار مشل ديال الرقاق غنديرهم في واحد الطنجره، غادي نضيف عليهم 4 كاس ديال زيت الزيتون. الا عندي زيت زيتون حلو كنديرو، عندي زيت المائده كنستعمل زيت المائده، ما عادي كنستعمل مع جوج معالق فاش 4 كاس 4 كاس ديال زيت الزيتون او زيت المائده. كنديروا معاهم دريز ديال الثومه كنشحروهم مزيان، كنزيدوا لي شامبينيون جوج انواع بيهم. ما عنديش كنقدر ندير غير الزيتون يعني في حاله ما عنديش بغيت نديرهم سته ثلاثه بيهم كنديرهم ثلاثه بيهم لكم حريه الاختيار. من بعد ما شحرت ديك البصله ولي شامبينيون مزيان كنضيف الكفته. الكفته كتكون عندي بالشرموله ديالها، يعني شرموله الكفته اللي هي عندي انا عندي مقدار غير نص كيلو، نص كيلو كندير فيه 4 معلقه صغيره ديال القرفه، نص معلقه صغيره ديال السكينجبير. بلاتي نص كيلو ديال الكفته اش كنديروا فيها؟ 4 معلقه صغيره ديال القرفه، 4 معلقه صغيره ديال القرفه، سكينجبير، سكينجبير نص معلقه ديال سكينجبير، شويه الربيع،
شويه عطريه اللحم ملح واحد نص معلقه ديال الموطارد واحد شويه ديال الزعتر غير شويه يعني ماشي كثير من الزوريقات ديال النعناع ديال العبدي ضروري وكنعجن والملح طبعا ديال الحاج غير شويه المعنه ديال الموطارد نديرش كمون لا كمون ما نديروش طيب لا والتحميره ما نديرهاش لا التحميره دايره ديري واحد نص معلقه صغيره كمون شي كنتي غادي ديري لينا كفته بيضة نص معلقه كفته اللحم كتجي بيضة ديال التحميره المهم ما فيهاش التحميره ماشي حما قرفص كنجبير ربيع عطريه الحم الحموطة الزعتر ورق نعناع عبدي التحميره صافي صافي كنخلطوا ديك الخليط ديال الكفته وكنضيفها قطاح كنبدا نحلها نقطع طريفات في الطنجره ونغطي الطنجره هنا ما خصنيش ندير يعني نفرتتها لا لا ما نفرتتهاش بزاف شويه يعني باش تبقى لي قطع باينه حيت اللي فرتتها صاحبتي غادي تخلط مع لا فيغميسيل غيقول لك حطي لي لا فيغميسيل بوحدها فهمتي يعني غطي ديك الطنجره خليها تسحب شويه تقبض ديك الكفته في راسها شويه وعاد نبدا نحرك ملي كنخلطها كنضيف معلقه كبيره ديال عصير الحامض كنضيف نص معلقه صغيره تاع عطريه اللحم معلقه صغيره عصير الحامض لا معلقه كبيره ديال عصير الحامض ايوا كنضيف عطريه اللحم واحد نص معلقه صغيره شويه الهريسه ما كيحررهاش شويه الربيع مقطع ملحه صلصة الصوجة ثقيلة جوج معالق كبار وكنضيف لا فيغميسيل بكية ديال لا فيغميسيل كبيرة كتكون مرقدة في الماء ومقطعة مصفية ومقطعة وكنشحر الخليط كله كيتجمع مع بعضياتو كنشحرو فوق العافية حتى كتنسجم ديك لا فيغميسيل مع الكفتة بلاتي دابا ديك جوج بصلات مشلضين زدنا عليهم دي شامبينيون زيت العود وداكشي وشامبينيون وشحرناهم ونزيد عليهم الكفته فوالا ملي نزيد الكفته حيت درتنا عطريه ديال لا ما درناش عطريه اللحم درناها في درناها في الكفته ودرناها حتى في نعاودها في نص معلقه في هذه باش نسم لي لا فيغميسيل صافي صافي وكنحرك الخليط مزيان كيتنسجم لي ديك لا فيغميسيل مزيان مع الكفته وكنحطها تبرد منين كتبرد كنعمر بسيطلات صغار ولا نعمر بسيطله كبيره دخل الفران بصحه وراحه شكرا شكرا ليك الله يعطيك الصحه نوقفوا مع فاصل سريعا وكنشكرك جزيل الشكر هدى اليداري امينه بغيت نقدم تحيه لعائله بيروك حجه يمنه اللي كنقول لها شكرا على السكسو ديال املو املو ولكن ما فهمتش علاش جبتي البارح مع كاع ديك الماكله ضعنا في هذاك السكسو صراحه ياك والله العظيم انا كليته انا وكلوا الضيوف فالضيوف كلهم فاستغفيتهم قلت لهم وادقناه ماشي كليناه هنيت وانت جايبه الصومو معك سكسو صاحبتي رائع بانه كان بلا الاخير انا بدا كنقول الله يعطيك الصحه كان كاع الضيوف عجبهم لان قالوا لي دي طريقه مختلفه حتى الديكوراسيون اللي دارت فيه كان رائعه تماما فكنقول لها شكرا الحاجه يجي في عراض اخرى ان شاء الله في عكس سكسو ديال بيروك بوحده شكرا لك شكرا هدى طبعا على كل الشيوات اللي كانت ديمونستراسيون ديال البراعه والحداقه ديال هدى بالامس وكان فطور وعشاء كذلك رائع. احنا بعد فاصل غادي نواصلوا معكم باقي فقراتنا اكسب ثوابا.